قال السفير محمد جاد مندوب مصر الدائم بالاتحاد الافريقي ان قمه منتصف العام التنسيقيه التابعه للاتحاد الافريقي ستتضمن اجنده متنوعه تشمل التركيز على عدد من الموضوعات الهامه ومن بينها الاندماج القاري. واوضح مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الافريقي ان القضايا الاقتصاديه ستكون ذات اولويه كبيره خلال القمه، ومن خلال بحث التكامل الاقتصادي واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي بذلت مصر جهودا كبيرة في إطارها. الأجندة متنوعة، ولكن بيتم التركيز في اجتماعات منتصف المدة على الأمور المتعلقة بأجندة الاندماج القاري، فتأتي القضايا الاقتصادية بشكل أساسي، ومنها بطبيعة الحال على سبيل المثال التكامل الاقتصادي، وعلى رأسه اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وطبعا ده جهد كبير جدا بذل عبر السنوات الماضية، بما في ذلك خلال رئاسة مصر للاتحاد عام 2019 لما تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. يستكمل هذا بطبيعة الحال، هناك بروتوكولات إضافية تم اعتمادها مؤخرا، وكانت مصر من ضمن الوفود الرئيسية في هذه المفاوضات، ونأمل أن نجني ثمار كل هذه البروتوكولات والاتفاقيات، بحيث أن السوق الأفريقي سوق واعد كبير، وبطبيعة الحال هناك بعض التحديات التي نعمل على تذليلها أمام الصادرات المصرية وصادرات الدول الأفريقية الأخرى.